في إطار استراتيجيات وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة بجانب تنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 297 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 22 مديرية أمن. وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة سلاح مخدرات قتل، وضبط معهم 130 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 51 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 424 قطعة سلاح ناري أبرزها 1 جرينوف، 44 بندقية، و54 بندقية آلية، و30 مسدساً، و295 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و70 خزينة، إضافة ل916 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 380,912 حكماً قضائياً، من بينهم 1,322 حكم جناية و141,672 حكم حبس و187,086 حكم غرامة وخمسون ألفاً وثمانمائة واثنان وثلاثون حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط ثمانية تشكيلات عصابية ضمت 28 متهماً قاموا بارتكاب 29 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 108 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 901 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 141 كيلوغرام من مخدر الحشيش و166 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 21 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 9.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 15,787 قرص مؤثر و1280 قرص ترامادول مخدر، كما تم ضبط 2250 قرص كبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 17 مليون جنيه، كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 4 ملايين جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.